السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بخير. كيف كتعرفوا الأسبوع الماضي المغرب عاش واحد تجربة مريرة مع زلزال اللي خلى آثار، زلزال قوي، أقوى زلزال في القرنين الماضيين. ماذا بعد الزلزال؟ واخا بعد، ولكن قلبنا في المغرب، ونحاولوا جميع من خلال صناعة محتوى في المستوى نفكروا جميع كيفاش نستثمروا هذه الأزمة باش نكونوا أقوى. هذا الفيديو مجموعة من الخواطر، ويمكن إن صح التعبير الأسئلة اللي غادي تخلينا من خلال محاولة الإجابة عليها نشوفوا إمكانيات متاحة للاستثمار، أحداث اللي يمكن في الظاهر ديالها تيبان في هذاك الجانب الدمار، ولكن في الجانب الآخر ولا الوجه الآخر من العملة فيها نقاط مضيئة اللي تخلينا نزيدوا لقدام. اللي خلاني ندير هذا الفيديو خصوصا واحد الطاقة سلبية، واحد الجانب مما يتم تقاسمه في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الطاقة اللي تتخلي الناس منغلقين على الجانب المظلم من الأزمة. أكيد راكين ضحايا، إنا لله وإنا إليه راجعون، والرحمة للضحايا، ولكن كاين جوانب مضيئة كثيرة غادي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء ونحاولوا نفهموا منها جوانب أخرى من الأزمة. هما السبعة ديال النقاط، يمكن خواطر، دروس، إمكانيات استثمار الأزمة وباش نخرجوا منها أقوى. المدخل الأول هو المشاركة المجتمعية في تدبير الأزمة، وكيفاش هذا النموذج المغربي الفريد أذهل العالم، وكيفاش كلنا تيعتز وزاد اعتزازه بأنه مغربي. تصوروا معايا بدون تعطير رسمي، الناس تنظمات في تنظيمات صغيرة غير مهيكلة أحيانا، وبدأت بدعم في هدف واحد التقت فيه هذه المجموعات الصغيرة، دعم ومساندة المناطق اللي تدرات بشكل كبير. والعجيب أن هذه المناطق كانت في حاجة، من غير هذه الكارثة الطبيعية كانت في حاجة، فإذا بالمساعدات من كل حدب وصوب. تصوروا راه من المناطق الجنوبية كاين قوافل اللي قطعت أكثر من 1000 كيلومتر باش تساند إخوانهم، لأنه ولا التضامن بواحد المستوى كبير للغاية، حتى أن أحيانا ديك المساندة وهذاك الدعم وهذوك الحاجيات اللي كانت لها خصص كبير وصلات بكميات كبيرة للغاية. وهذا الجانب راه جانب مضيء للغاية، والأكيد أن استثماره كيعزز هذاك المؤشر ديال ثقتنا في بعضنا البعض، وهذا مؤشر قوة المجتمع، واللي الأكيد أنه إلا أسسنا عليه فالقادم غادي يكون أحسن. المدخل الثاني هو قدرتنا على التفكير الإيجابي وتوليد الحلول. الأكيد أن ما يطفو على السطح من الأزمات والكوارث الاجتماعية والطبيعية وذاك الجانب المظلم السلبي، ولكن هذه القدرة على توليد الأفكار الإبداعية، وشفنا من خلال تجارب اللي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن نشير البعض منها كان عنده واحد الأثر إيجابي جدا ومؤشر على صحة المجتمع. منها مثلا واحد النموذج ديال أوبيراسيون أطلس اللي حاولوا شباب يتنظموا، مجموعة من المؤثرين إيجابيين واللي عندهم تجربة في العمل الإنساني، حاولوا يتنظموا باش يوجهوا الدعم المناطق اللي عندها الحاجة أكبر، بل أكثر من ذلك ينطلقوا من الحاجيات على أرض الواقع باش ينقلوا من بعد ويوزعوا
وداروا كوم ان سونتر دابيل كوم اون ان سونتر دوبيراسيون اللي يجمع كان رائع للغايه. ومنهم مثلا اللي وجدوا الفطور في الطريق للناس، كان منهم ايكو اللي هو مراكشي فنان كوميدي. كانوا تجارب كتار، كانت تجربة ديال فيسبوك حر اللي هضرت عليها في الفيديو السابق، وكيفاش الانتيتي هي والخيام. ونذكر انه فيسبوك حر نشيط في هاد المناطق قبل الازمه، وكنطلق بواحد المباشر اللي نادى فيه بخصاص في الخبز، وغادي طلع المنطقه مع ثلاثه ديال الاقارب ديالو. فاذا بالتجربه توسعات تولات خدات واحد الكم هائل من الاهتمام. واحد النموذج اخر اللي صراحه اثر فيا كثير ميمي واحد المؤثره. المهم هي كان عندها هذا الجانب الانساني الاجتماعي، ولكن الجميل جدا كيفاش وصلت انه نقلات واحد الجانب من جامع الفنا من الناس اللي كيهيئوا واحد الحطه، كنقول الحطه في جامع الفنا ديال مول الحريره واللي كيدير الشواء، ونقلاتها لواحد الدور من الدواوير، وكان واحد الجو من البهجه. وهذا الجانب الايجابي في توليد الحلول راه مهم للغايه، راه مهم للغايه. وهاد قدرتنا على توليد الحلول وكيفاش بالموازات مع الازمات كنولدوا حلول باش نغطيو حاجيات، راه مؤشر ايجابي. وفي الحقيقه وانا كنشرت ليها في واحد الفيديو في ايام كورونا في واحد الفورما اللي قبل من هذه، الازمات تخلونا نكبروا الى عفنا نستمروهم، وهادو مؤشرات على صحه المجتمع. وتصوروا معايا انه بعد مجلس وزاري تقرر احداث واحد الصندوق ديال الدعم، الملك ساهم والشركات من بعد تصوروا انه واحد التضامن اجتماعي لا على المستوى الرسمي ولا على الغير رسمي، اللي خلى هذوك المناطق اللي كانوا غير معروفه اللي تيعيشوا الهشاشه اللي فيهم مشاكل اجتماعيه كثيره اللي البنيه التحتيه فيهم قليله للغايه ويصب عليهم الاهتمام. وكونوا على يقين، وانا كنعرف مزيان هذوك المناطق، ان هذاك المناطق كيف كانوا قبل الزلزال غادي يكونوا حسن بكثير من الزلزال. ونختم بعض النقطة اخرى، واحد المبادرة تاع المبادرات الخاصة مهمة ويتشاد بها، واحد الجماعة قريبة من امزميج جماعة ازقر، كانت فيها واحد الاعدادية واحد دار طالب داخلية اللي كانت كيقولوا فيها التلاميذ، كانت تدرت بشكل كبير. واحد المؤسسة خاصة عليا في مراكش خاصة بادرات وتطوعات باش تقاوي هذوك الشباب ديال الدواوير كاملة اللي تمشيوا لهذيك الإعدادية لعام كامل باش ما يضيعش لهم العام الدراسي، الإيواء بالداخلية والإطعام ومرافق الدراسة. وهادو نقاط إيجابية للغاية. واحد المدخل ثالث هو التأقلم النفسي. أكيد أن الجانب النفسي تأثر بشكل كبير، الإشارة لا للمناطق اللي تقاس بشكل مباشر ولا حتى المناطق الأخرى أكيد اللي وصلها للزلزال، ولكن يمكن بشكل أكبر. وكان واحد الأثر نفسي، خصنا نستثمروا هذا الجانب ديال المواكبة النفسية في تقوية شخصية الأفراد، وبالموازات التنظيمات المهيكلة والغير مهيكلة مجتمعيا. هذه نقطة مهمة للغاية اللي غادي الى ما واكبناهاش، حيت اثار نفسية راه فيها الجوانب السلبية. احنا كنهضروا على كيفاش نستثمروا الازمة وماذا بعد الزلزال، خصنا نواكبوا هاد الناس ونقويوا من قدراتهم باش يواجهوا الحياة. راه وضعية ترى معقدة، ومن واجبنا كأفراد وكجماعات وكمؤسسات نعززوا هذا الجانب النفسي باش يقدر الإنسان يواجه مثل هذه الصعوبات في الحياة بشكل أقوى. واحد المدخل الرابع وعنده ارتباط بهذاك التعزيز ديال الجانب النفسي هو تعزيز الاستعداد. في الحقيقة العالم يتغير، وكل مرة كنقولوا واش هاد الأزمة هي آخر أزمة،
وبحال خرجنا من الازمه ديال كورونا، الازمه الصحيه، العالم يتغير وتطوير ذواتنا وتعزيز استعدادنا لمواجهه هذوك الصعاب غادي يخلينا نكونوا كل مره اقوى. نحن نراكم هذوك التجارب وهذاك التقدير للوضعيات الحياتيه هو اللي تيخلينا نعزو من جوانب احيانا كتكون خفيه من واقعنا وكتخلينا نكونوا اقوى يوما بعد يوم. كاين واحد الجانب اخر هو المدخل الخامس بالنسبه لي مهم، هو تعزيز التدريب والتعلم في كل ما يتعلق بالكوارث الطبيعيه والاسعافات الاوليه. للاسف شفنا في هذه الكارثه الطبيعيه ان مجموعه من المناطق ما قدروش يوصلوها الاسعافات الاوليه والناس ديال الصحه الا في اليوم الثاني وكاين اللي في اليوم الثالث، والناس ما كانوش مكونين باش يواجهوا مثل هذوك المشاكل. المهم واحد التجربه اللي اثرت فيها بشكل كبير، واحد السيده اللي من بعد رجعات ولقات ان رجلها توفى هو واحد الوليد، وتعاودوا ليها انه مباشره من بعد ما خرجوه من الركام للحطام انه كان على قيد الحياه، ومن بعد ما شربوه الماء بشكل مباشر بعد اخراجه فقد الوعي وطاح في غيبوبه. من بعد قالوا انه القلب كان، ولكن من بعد توفاه الله يرحمه. تعزيز التدريب والتعلم ديال الناس اللي يمكن يكونوا جمعيات مجتمع مدني، اللي تعزيز من بعد من بينهم البنيات ديال الاستقبال والإيواء وتدبير خطط ديال الاستعجال في حالة الكوارث الطبيعية. وتنعرفوا أنه الجبال الكوارث راه ممكنة من بين الفيضانات، تنتذكروا فيضانات أوريكا اللي في نفس المنطقة ما بعيدش عليها في 1995، وكيفاش أرواح كانت سقطات. هذا الجانب ديال التعلم تيبدا من المدرسة في برامج تعليمية، ولكن من وعي مجتمعي بأهمية التكوين والتطوير في توليد الحلول. وهذا الشيء راه مشبك، راه غادي نلقاو أن هذه المداخل تتشابك، والهدف كيف بانت هذه النقط المضيئة ديال هذه القوة المجتمعية كيفاش نعززوها. والأكيد وأنا أؤمن به أن المغرب قبل الزلزال ماشي هو المغرب من بعد الزلزال، لأنه هذا الشيء اللي شفنا كثير كثير بزاف إيجابي للغاية، مفرح ومؤشر على أن القادم إن شاء الله أحسن. المدخل السادس ولا السؤال السادس وسؤال الاستدامة. احيانا بزاف فاش تيكونوا الكوارث بحال هكا، وشفنا كيفاش الناس هربوا من ديورهم حين تعتبروا ان السلامه الجسديه عندها اولويه، خصنا نطرحوا الاسئله الحقيقيه وندبروا اولوياتنا ونعرفوا ان الاستدامه، ان الامكانيات اللي تتوفرها لنا الارض راه خصنا نحافظوا عليها، وانه كاين اهميه واولويات اكبر بكثير مما نعتقد من ماديات. خصنا ندبروا اولوياتنا، نحميوا هذه الامكانيات المتاحه في الارض، ونعرفوا ان حادثه طبيعيه واحده، وللاسف تنعزيو في الاخواننا الليبيين في حادثه الفيضانات اللي سدود تهدمات والشتاء والبحر طلع، فنعرفوا ان الطبيعه راه هذه قدرة إلهية في ثواني معدودة. يمكن من بعد كيكون فات الأوان هو الآن، والقادم أحسن إن شاء الله في تدبير أولوياتنا، في طرح الأسئلة اللي أحيانا كتكون في ما وراء الكواليس وفي جوانب أخرى من حياتنا. تدبير أولوياتنا هي رسالة حياة، هي رؤية
محددة لا على المستوى الذاتي الشخصي، وهذا مهم جدا، هو نقطة انطلاق، وكذلك على مستوى الجماعي اللي توصل حتى للدولة. خصنا كاملين كمؤسسة نستثمر، وانا تنعاود نقولها بزاف الى خرجناي من هذه راه بركة، رسالتي راه وصلت، نستثمروا الإمكانية الهائلة اللي راكمنا عباد الله. راه الناس اتصوروا معايا نموذج ديال الفطور، كيفاش واحد بدا بفكرة وهز الهوندا ديالو بلاصه ما يحط داك الفطور اللي هو تقليدي بلدي اللي معروف في مراكش اللي هو البيصارة، ويمكن يكون مع الحريرة ولا، وهزوا لواحد ملتقى بين تحناوت وامزميز، ملتقى طرق ديال القوافل، وقال أرام تطوع. فإذا بي واحد تكتل، واحد تعاون، واحد اللي جا تجيب الزيت، واللي تجيب الخبز، واللي تجيب أتاي، واللي تجيب السكر، هذاك التعاضد والتأزر هما اللي تخلي مجتمعات. وانا نطرح نماذج، اندونيسيا مثلا اللي انطلقت في 60 سنة راه كانت ورانا في التنمية، وصلت لما وصلت إليه بذاك التضافر، بذاك الوعي المجتمعي بأهمية تشبيك الجهود وقوة الأفراد من خلال التربية والتعليم والتأطير والثقافة اللي وصلوا لما وصلوا إليه. إذا المسألة راه ممكن. المدخل الأخير، وربما راه ما غاديش يكون الأسئلة كامل اللي طرحناها، هي محاولة، هي اجتهاد. المدخل الأخير هو التطوير المهني. شفنا أن الأزمات تنطلق من حاجيات في أرض الواقع اللي إذا تحاول تلبيها، أكيد كيف تتعرفوا المغرب ماشي يفتح الباب لجميع الدول باش تساهم، ولكن كانوا عندنا طاقات كبيرة داخل البلاد خصنا نعززوها ونطوروها. والأكيد أنه راه مهن أخرى غادي تبان، مهن أخرى. وأنا تنعاود نحيي لوبيراسيون أطلس اللي قايدينها رجال ونساء، الله يلا رجال ونساء، خليكم شوت تبحثوا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي باش شوفوا. تصوروا دار واحد المركز ديال الاستقبال في مراكش، واحد الخيمة ضخمة للغاية باش يجمعوا المساعدات وحاولوا يوجهوهم. مبادرة مثلا المراحيض البناء ديالها اللي بدات اليوم، ناقصنا في الحقيقة حتى في المدن ديالنا في الدول المغاربية عموما، هذا خصاص. التطوير المهني ومهنات الى صح التعبير، لا بروفيسيوناليزاسيون دي براتيك في مجالات متعددة، مهنات الممارسات راه مطلوبة للغاية. وداكشي علاش بان واحد الجانب ديال الضعف ديال المبادرات الشخصية والجماعات الصغيرة الى ما كانش التنسيق، حتى انه مثلا المواد الغذائية يمكن تفسد حيت ما كانش التنسيق. هذا التنسيق هو اللي غادي يخلينا اقوى، التنسيق تيكون في اطار جمعوي تضامني تطوعي، ولكن خصو يوصل حتى الجانب الرسمي. ونعرفوا ان كيف هذاك الصندوق اللي تاسس، وانا على يقين ان هذاك الدعم ديال 18000 اورو لكل اسره، ومن واحد 250 اورو 2500 درهم في الشهر لمده سنه، غادي يوصل هذوك الاسر. كاين هذا الجانب ديال الدعم الاجتماعي اللي خصنا نشتغلوا عليه، الناس في حاجه، وهذاك الدعم الاجتماعي هو اللي غادي يقوي هذاك الاواصر المجتمعيه. والتجارب هنا كثيره، يمكن هنا في فرنسا تجربه رائده في التضامن الاجتماعي، يمكن كاين مسائل سلبيه اخرى، ولكن راه واحد الجانب اجتماعي مهم للغايه اللي تخلي القوه ديال المجتمع، واللي تخلينا، وهذا هو الجانب المهم ويمكن به نختم، تنأسل واحد المجتمع ما بعد الازمه اللي تكون اقوى وهدفه الاسمى هو يكون واحد الجيل. وشفنا راه الشباب كثار اللي محركين في الميدان، راه كثار، واحد الجيل اللي غادي يبني مستقبل افضل. هذا الجيل اللي غادي يبدع افكار وغادي يتمركز على الحلول، ما يبقاش واقف قدام المشاكل، واللي غادي يسد الباب على تجار ديال الازمات، تجار الازمات اللي كاينين نماذج يمكن تلقاوهم، الناس اللي تيوجهوا اعانات ومساعدات واستثمارات تجاريا، ولكن كاينين تجار ازمات اخرين
اللي تيستمروا ازمات مجتمعيه باش يسيروا في مختلف المستويات مختلف الجهات والتنظيمات الموازيه لا الجمعويه ولا حتى الرسميه. واللي احيانا هذه الازمات تكون امتحانات وامكانيات متاحه باش نعرفوا نقاط القوه اللي نوقفوا عليها ونجدوا بها لقدام ونقاط الضعف اللي خصنا نعزوها. مجتمعنا يستحق الافضل. نتمنى تكون هادو رسائل هذا تفكير جانب يمكن خواطر خصنا نساهموا جميع في بناء افكار اللي نسعوا عليها مجتمع افضل. نلتقي ان شاء الله اكيد غدا وغدا قريب لنأسوا فيه لمجتمع أفضل. والله إلى الافتخار بالمغربية راه تيتزاد والمغرب يستحق الأفضل. وأكيد هاد الأزمة راه غادي تقوينا وغادي نكونوا أفضل غدا إن شاء الله. نلتقي دائما لنرتقي. دام لكم التميز. تحياتي.